وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله عز وجل، والله إن تمسكنا بكلامه فإنه يرفعنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع القرآن، يرفع الله عز وجل بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. الله عز وجل يقول: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته، يقرؤون حروفه ويطبقون حدوده. والله إن قرأنا كلام الله وإن عملنا بهذا القرآن فإننا نتاجر مع الله. الله أكبر. تجارة لن تخسر ولن تبور ولن تضيع عنده جل في علا. الله عز وجل يقول: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تضيع عنده سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. والعجيب أنه بالعربية. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، وصرفنا فيه من الوعيد. ليش؟ لعلهم يتقون، لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. والإنسان إذا قرأ القرآن يصل إلى تقواه، وإذا وصل الإنسان إلى تقوى الله دخل الجنة. تلك الجنة، تلك الجنة بما فيها من النعيم، رؤية الله، القصور، الحور، الأنهار. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.